مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي، وصحة رمضانكم، رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا صالح الاعمال ان شاء الله. بغيت نبدا معكم اليوم الاول تاع رمضان، ونشارككم يوم قبل رمضان شدرت فيه. كما كما تشوفوا هنا اخواتي، كنت وجدت عفوا هاد العلب اللي كنت درت فيهم سلو، وكنت درت فيهم معسلات رمضان اللي خدمت انا وياكم. وجدتهم هكا وامبريميت هاد الورقه هذه اللي كنت تشوفوا فيها، درتها في اطار مكتوب فيها رمضان كريم مبارك عليكم الشهر. كنت حطيتها في اطار فارغ وما شاء الله جات شابه صراحه. وامبريميت هذوك القصاصات تاع رمضان مبارك باش زوقت بهم العلب باش نوجدهم ان شاء الله هذا يا رمضان للاحباب والاصدقاء كما قلت لكم. ولا يوجد أفضل من الهدايا باش نعبروا فيها على أصدقائنا بالحب والمحبة، ونفرحوا بها الناس في بداية رمضان إن شاء الله. بالنسبة للهدايا تفرح بزاف ناس كيما حنا نفرحوا بها، أكيد أصدقائنا وأحبابنا يفرحوا فيها، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وحنا من هذاك الباب إن شاء الله اللي تهادينا. بالنسبة لي عين عسل، كنت حكمت صباح الطريق باش نروح نقضي الحم، لأني لما رحت يوم ويومين، رحت النهار الأول قبل رمضان، يومين قبل رمضان، لكن للأسف السلعة كلها كانت كملت. فاليوم هذا قال لي البوشي عاودي رجعي ليا غادي تلقي السلعه ان شاء الله. كما كما تشوفوا اخواتي، انا نقضي من عين عسل، ما نقضيش من الطرف، لانه البوشي هذا اللي نقضي عليه ما شاء الله ثمن عنده ديما يكون منخفض، والسلعه متنوعه متوفره وكذلك نقيه كما كما تشوفوا. وكذلك يدير لي خاطري، انا عن نفسي يدير لي خاطري، اللي كيما نقولوا نقول لها قطع لي منها، حط لي كذا، دير لها براد، دير هكذا، فما شاء الله يساعف لك كليون تاعه. كذلك بالنسبة لل الأثمنة مقارنة بالطرف راها جد منخفضة. كما كما تشوفوا الهبرة راهي عندها 160، في الطرف راهي دير 175000. الخروف راهي دير عندها 120، المحلات الأخرى راهي دير 135، 140 حتى 150000 الخروف. وكما كما تشوفوا ما شاء الله الأضلاع تاع البقري راهم يديروا 110000. بالنسبة كذلك الكبدة والكرشة والأمور الأخرى راهي متوفرة وغيرها. بالنسبة للدجاج أخواتي، النهار اللي قبل كنت لقيتها ب 28500، لكن للاسف لما رحت انا نشري زادوا طلعوا في الدجاج ولا يدير 29500. لكن ما شاء الله قلت لكم راه الثمن مقارنه بالمحلات الاخرى يبقى منخفض، 29500 في المحلات الاخرى راه يدير 33000 34000 للكيلو. المهم بالنسبه لما يعرفوش المحل سبق لي وشاركتها معكم، راهو جاي في مدينه عين عسل في الحافه تاع السوق عليها، ونذهب طول السوق تاع الخضار، راهو مكتوب مجزرة ولا مقصبة الفردوس. نتمنى ان شاء الله انكم تزوروه عند الاخ دين مصطفى، وعلى بالي بلي غادي يتهلا فيكم في هاد العواشير ان شاء الله. المهم هذه اللي بغيت نقول لكم، شاركه معكم الحاجه اللي انا نقضي منها والمحل اللي نقضي منه وبالثمن اللي نقضي منه، والف مرحبا بالجميع ان شاء الله. مرحبا بك، تفضل خويا. كاين العشل، كاين الخروف، كاين المعيز. الخروف يدير 100 غرامين، المعيز يدير 120000، والبيك يدير من 110 حتى 120 بابرا. الدجاج اليوم هو بون بري دير 29.5. عندك الكرشة تاع الخروف دير 25، وتاع البخري دير 25. هاد هما لي بري، ومرحبا بك. أسعار في متناول الجميع. عند من؟ عند قناة في داري وصفات مفيدة. في داري وصفات مفيدة. وعند بوشي شكون؟ عند بوشي دير مصطفى. دير مصطفى في عين عسل. في عين عسل بوشي، بوشي الفردوس. هاي إن شاء الله، مرحبا بكم كاع، بلا ما يا خويا. صحة رمضانكم ومرحبا بكم. هاي صحة رمضانكم كاع. وبعد اللي نقلت لكم الاجواء من المجزره، كما شفتوا الجزار دين مصطفى بنفسه كان يرحب بكم عنده في المقصبه تاعه، مقصبه الفردوس. كنت قبلها جبت هاد البلارات اللي كنت تشوفوا فيهم، وهذا الشيء والمشتريات الوحيده اللي جبت هذا العام في هذا رمضان صراحه، ما شريت حتى والو.
المهم عندي هاد البلارات وفقرت هذا الشجبت المشتريات تاع رمضان ان شاء الله. كما كنت تشوفوا شكلهم جميل جدا، جاي البلعه تاعهم صراحه ما عجبونيش حتى التم، لانهم من البلاستيك وقادر يتقراطاو بكل سهوله، لكن يعني المنظر تاعهم جميل وانيق، وبان لي بلي غادي يجيني مع الديكور اللي خيرته بحول الله باش نديره لي رمضان ان شاء الله. كما كنت شفتوا بعد لي ولادي يكملوا المقيرط بصحتهم. المهم كاع الكميه اللي خدمتها تاع المقيرط كملوها، ساي راحت فيها. المهم عمرت هذاك البلاره، درت فيها التمر ان شاء الله، كي نعاود نريح وكل شيء نعاود نخدم لهم كميه اخرى. بالنسبه كذلك لسلوها ولا راني نعمر فيه في العلبه كما نقولوا، عفوا في البلاره، نفس الشيء درته بالنسبه للشباكيه، يعني هذا نفس الشيء اللي كنت درته مع الكريوش مع السلو مع التمر، هكا باش نزين بهم فوق الطاولة ولا هكا باش نحلو بهم في بعد الإفطار إن شاء الله، يجوني في متناول اليد. وكذلك المنظر تاعهم فقط يوحي بشهر رمضان، يوحي بالحلاوة تاع رمضان، يوحي يعني بهذاك الجو أجواء الإفطار وبعد الإفطار الرمضاني إن شاء الله. أما بالنسبة للجدول إن شاء الله تاع روتين اليومي، كيفاش ديري روتينك اليومي، كيفاش أنا مفوت أيام رمضان إن شاء الله. ربما اخواتي ما غاديش نشارك معكم الموائد الرمضانيه لاول مره منذ افتتاح القناه، لغايه في نفسي انا ان شاء الله، لكن غادي نشارك معكم روتين، كيفاش يكون روتينك مفيد، كيفاش يكون روتينك ان شاء الله مقبول عند الله تعالى وعند نفسك عند زوجك وعند اولادك بحول الله. اما بالنسبه لهذه التحليات، بالنسبه لهذا الموائد، بالنسبه لهذا الشيء، فهو ارضاء لغرورنا فقط وغرور عائلتنا لأنفسنا، أما لحاجة الله سبحانه وتعالى فإفطار الصائم فيه أجر وأجر كبير، ربي يتقبله منا ومنكم إن شاء الله. وبعد اللي درتهم هكا في البلارات صراحه جا شكلهم جميل جدا، وغادي نديهم للمكان تاعهم. كيما قلت لكم كنت امبريميت هذيك الصوره اللي درتها في الاطار، كنت امبريميت واحد الصور هكا باش وليداتي ايضا اللي عجبوهم يبعثوا ويديروهم هدايا لاصدقائهم ولا يزينوا بهم القسم تاعهم كذلك. فيعني ارتئينا باش نديروا هكا واحد العفسه كيما كل عام، يعني ماشي اول مره هذا الشيء يديروه ولادي، لكن بغيت نشاركها معكم وفقط باش تدوا نتوما كذلك افكار، بدل ما يبقى وليداتكم مقابلين المسلسلات الساقطه والتافهه اللي راهي تفوت ما فيها حتى فايده لا لوليداتكم لا دينيا لا اخلاقيا لا دنيويا، ما غادي ينفعوهم في حتى والو صدقوني اخواتي. هذه عن تجربه، انا كيفكم كنت كذلك، انا وليداتي نتفرجوا المسلسلات ونتفرجوا لي سيري والحصص، لكن هذه مده يعني مده 7 إلى 8 سنوات الحمد لله ما بقيناش نشوفوا اي برنامج رمضاني، كان ما عدا كانت واحد البرامج دينيه تفوت يعني تقريبا للاطفال، كنت نحط لهم هذيك النصف ساعه اللي يفوت فيها البرنامج وفقط، يعني ونراقبهم على البرامج اللي يتفرجوهم، لانه ما عندهم حتى معنى، خصوصا بعد اللي شفت يعني منذ سنوات اللي الشيء اللي جرى، يعني البنات صغار كيف كانوا يبكوا على ابطال الافلام ويصوروا وليداتهم ويحطوهم على الفيسبوك، ما نعرف اسكو كانوا يفتخروا بوليداتهم ولا باش يستعطفوا هذاك الممثل، ولا ما فهمتش انا يعني غرض الوالدين ولا الحاجه اللي استفادوها الابناء ولا الاولياء، يعني هذا الشيء اللي ما فهمتهش انا نهائيا. وصراحه بيني وبينكم مانيش باغيه نفهمه، لاني على بالي داخل فيا وفي كل قلب كل وحده فيكم ان هذاك الشيء ما غادي ينفع لوليداتكم لبنياتكم، ما غادي يجيب لهم غير كما نقولوا الصداع، فبعدوا عليكم هذاك الشيء وعلى وليداتكم، عمروا لهم وقتهم باشياء مفيده. وان شاء الله غادي نحاول هذا الشهر غادي نشارك معكم كل ما هو مفيد ان شاء الله، شا غادي ندير انا وليداتي برنامجنا لهذا الشهر ان شاء الله باش نستفادوا مع بعضياتنا اكثر واكثر. اما طياب على بالي فيكم كاع فحلات، كاع عندكم مثلا كتب تاعكم راكم كاع تعرفوا الطيب، ويعني ماشي انا نجي ونعطيكم واحد الوصفه هاي وين ونخلعكم بها ولا كذا، راكم كاع شاطرات وما شاء الله عليكم، لكن نحاول نشارك معكم ما هو مفيد اكثر.
اكثر باش ان شاء الله بعد عمر طويل تحسب لي ان شاء الله حسنه جاريه ليا، ولا تدعوا لي بالخير ان شاء الله وتقولوا هذه درت معنا حاجه مليحه. المهم اما بالنسبه للتزيين كما كنتو بديت نقص يعني ونزين بالطريقه العاديه. زوجي كان يسقم لي في الطابله كما شفتوا في هذيك اللوحه البنيه ما كانتش عجبتني نهائيا، فلقينا هاد الاوراق وكتشوفوا فيهم الاوراق اللاصقه هادو تاع اديزيف اللي كنت خدمت بهم لا غورج تاع الصالون، وبقى لي هاد الجزء. فزوجي كما راكم تشوفوا سقده لي هنا فوق الطابله، وصراحه في الصباح بعد اللي شفتها هكا قدامي بان لي المنظر تاعها اجمل من اللي كانت في البني. وفي الاخير غادي نشارك معكم التزيين كيفاه جا. راكم تشوفوا هنا استخدمنا هذوك الاضواء على الاخر، ما على باليش وانا نصور هذا وراني نسجل معكم في الصوت باش تكاكيت باللي ولادي راه ملصقينهم لي في البلارات. المهم خلي الدراري على خاطرهم يديروا هما تاني الفن والابداع تاعهم. بس يا سعدي نقلعها، فقط كنت حاطتها انا فوق الطابله ما كنتش مشبكتها على البلارات. كما راكم تشوفوا رمضان مبارك كيفاش خرجت هذوك الهلالات اللي كنت زوقتهم، هذيك الشرشوبات هكا جاو شابين. هذوك الهلال فقط قطع كرتون تاع الباتيسري اللي ديرهم تحت لي طاخت وقطعتها على شكل هلال. الكادر اللي كان مكتوب فيه ولا اللي لصقت فيه هذيك الورقه تاع رمضان مبارك طبعا طبعتها فقط في الطابعة، وما شاء الله وزدت لها هذاك الفانوس اللي عندي والبخارة. صراحة جا منظرها جميل جدا إضافة إلى طاوية الأكل يعني للضيوف تاعي ولينا إن شاء الله. المهم كان هذا هو كل الفيديو تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله ديتوا إفادة ولو بسيطة. نهاركم بروك، صيامكم في الجنة إن شاء الله، صحة فطوركم، والسلام عليكم.